ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله أكبر الله أكبر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر الله أكبر والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الله أكبر الله أكبر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الله أكبر الله أكبر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله أكبر الله أكبر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب